التبليغ ثم التنفيذ ثم مباشرة الجرد. كل مدخلتنا هذه على الجرد أولا ثم التقييد. محافظ مهنة محضر قضاء. ونصت المادة 708 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والعقارات التي ينص عليها القانون. سيد النائب العام، سيد رئيس المجلس، وإن هردت الموضوع أتحمل وزره وحدي. زملائي زميلاتي أسرة الإعلام، في البداية أقتبس التنفيذ من جردها مفصلة أو جملة أو نوعا أو كيفا أو كما. نهدف من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء حول المهام الجديدة التي جاء بها القانون 23-13 الصادر في أوت 2023، ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى الخروج بتوصيات لرصد نقاط الذل وتوضيحها أكثر، بغية الخروج إلى الخروج بممارسة قضائية موحدة. قانون 23-13 المؤرخ في 5 أوت 2023، هذا القانون أتى بأحكام جديدة، أحكام إجرائية وموضوعية جديدة، كان يستوجب وضع تطبيقات قضائية إجرائية موحدة ما بين السادة المحضرين القضائيين والسادة القضاة، كل ذلك لماذا؟ لتحسين أداء العمل.